اهلا بكم مشاهدينا الاعزاء في حلقتنا الثانيه من برنامجكم تويكس شو. النهارده معانا حلقه مميزه جدا لاننا معانا اتنين اخوات بداوا مشوارهم من خلال برنامج التيك توك وقدروا يجمعوا اكتر من مليون فولورز على التيك توك واكتر من نص مليون فولورز على الانستجرام. راح نحب نرحب بيهم استاذ علاء فهمي. ازاي استاذه نوره فهمي؟ عرفوا لنا نفسكم. انا علاء فهمي 22 سنه من فايد اسماعيليه. نوره فهمي عندي 13 سنه فايد اسماعيليه. تمام، احنا نبدا اسئله البرنامج. مجمعين اسئله من الفولورز عندكم ومجمعين اسئله من عندنا واسئله من عندي انا كمان شخصيا. تمام. بداتوا مشواركم ازاي؟ بصوا، الفكره ان انا زمان كنت بغني مهرجانات وكده. تمام. فالموضوع ما جاش معايا الصراحه، فاهم؟ فنوره قعدت تفرجنا على تيك توك، كنت مشاهد زي اي حد. فالموضوع عجبني، طلع نجرب. بدانا واحده واحده واحده، لقيت الموضوع بقى يضرب معانا والناس عجبها الموضوع. تمام. فالموضوع جه معانا على طول كده. تمام. طب ما ينفع اوجه رساله سؤال لنوره؟ ماشي. لو ما كانش في برنامج تيك توك كنت هتبقوا ايه؟ ما كناش هنبقى حاجه. كنت هتبقوا ايه يعني؟ حرب في البيت بس. كنت طب انتوا يعني انت كنت هتبقى ايه لو ما كانش في برنامج؟ انا لو ما كانش في برنامج التيك توك كنت مثلا هتواجه لليوتيوب، افكر اعمل افكار انا وهي برضو، عشان انا في البيت انا وهي برضو الكاريزما حلوه، انا وهي هزار ضحك الكلام ده. بس ايه مصدر دخلكم الاساسي؟ مصدر دخلنا الاساسي انا ساعات بنزل عندنا، فاهم؟ والدي عنده زي نظام كافيه كده، بنزل اشتغل فيه واقف فيه، والنور عاوزها برضو اقدر اجيبه لها. طيب. بعد كده الموضوع اتغير، بس السوشيال ميديا، فاهم؟ بقت المصدر جاي من السوشيال ميديا. تمام. بتتضايق لما حد يسالك بتقبض كام من السوشيال ميديا؟ لا، بس هو اللي كله مفكر مثلا ان انا بقبض مبالغ، والموضوع بيبقى موضوع رمزي. تقدر تقول بتقبض كام؟ هي حاجات ضعيفه يعني، ممكن مثلا من برنامج لايكي اوصل ل 4000 3000 ده في الشهر مع مستر تركي. طب والاعلانات؟ اعلانات مثلا ممكن يجي لي اعلان على انستجرام، اعمل ستوري لحد، برضو ما باخدش مبالغ اللي هي الاوفر قوي، عشان انا برضو ايه مش عالي قوي يعني. ببدا مثلا 400 500 600، ممكن اوصل ل 1000 بس في حاجات معينه. ايوه. بس طب الاخت الصغيره بتضايق الكبير في ايه، والكبير بيضايق اخت الصغيره في ايه؟ قول على طول. قول. خش. انا بضايقه بكلمه. ايه هي؟ لا لازم اقولها؟ لا ما ينفعش. لا قولي. مستحيل. لا قولي، لازم تقولي. في بعد الحلقه. انت قول. لا انا مش هقول. هي بتضايقني مشكلتها مثلا لو حتى متعرف على واحده صاحبتي جديده حاجه زي كده، ما بتطقنيش ولا بتطقها، اللي هو مفيش حد يجي ناحيتها، بتغير عليك، حد ممكن تغير عليا من اختها الكبيره. من اختها الكبيره؟ مفيش تلامس ولا في حد يتكلم معايا اصلا بسبب نوره. طيب ربنا يخليكم لبعض. احنا هنطلع فاصل قصير وهنرجع تاني معاكم وهنستكمل مع ضيوف حلقتنا وهنفاجئكم كده بمفاجاه صغيره، فاستنونا ما تروحوش في اي حته، نطلع فاصل ونرجع لكم على طول. ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل ونستكمل مع ضيوف حلقتنا علاء ونوره، ومحضرين لكم مفاجاه النهارده. معانا النهارده مواهب لسه ما خدوش مكانهم في السوشيال ميديا وما قدروش يوصلوا لحلمهم في مجالهم الفني، مع انهم شباب بتنمي من نفسها واحساسهم يعني جميل. احب اعرفكم بضيفنا الاستاذ احمد فتحي. اهلا وسهلا بحضرتك. واستاذ محمود طارق. اهلا بحضرتك. عرفونا عن نفسكم. انا اسمي محمود طارق، عندي 21 سنه، بكتب شعر من 5 سنين. ارفع المايك. كانت انا اسمي محمود طارق، عندي 21 سنه، وبدات اكتب شعر من 5 سنين، وهي دي كانت بدايه الرحله. تمام. استاذ احمد. انا اسمي احمد فتحي، عندي 22 سنه، بدأت الغنى من حوالي 10 سنين. انت واخد باين مركز في الغنى على مستوى الجامعات. أيوة. في الجمهورية. تمام. نحب نبدأ بأستاذ محمود، ننزل بالموسيقى. أقول ممكن قصيدة أسوة الفراق. بقول ما وحشتكيش بس انتي موسيقى يا أستاذ. وحشاني ويوم فراقنا زود لي احزاني، عشتي بعيد عني وسبتي قلبي بيعاني، وقلتي اكيد مع الايام هتنساني. انا يا حبيبتي مش ناسي ولا عارف اعيش تاني، ولسه بحن ليكي كتير. ليه يا حبيبتي سبتيني وسبتي قلبي فيكي اسير، وسبتي فيا ياما كتير جراح وعذاب، مجاش على بالي يوم اتساب بدون اسباب. طال البعد يا حبيبتي كفايه غياب بيأذيني،
وحشتيني يا أجمل ماضي في سنيني، في فكر راودني من فترة أصبح التملي بيجيني، أكيد البعد بيقسي مع الأيام هتنسيني. الليل سألني عليكي معرفتش أرد عليه، هقول له إيه؟ هقول له سبتك ليه؟ وليه فرقتيني؟ وليه سنين البعد عمالة تأذيني؟ وليه بحني ليك كتير؟ وليه وحشتيني؟ وليه لحد هذا الوقت بخاف عليكي من أي حزن شديد؟ وليه لحد هذا الوقت ما لقيتش حب جديد؟ ما لقيتش عندي رصيد من قلبي اللي كان مسكين؟ ففضلت يومها حزين وأنا هشكي حزني لمين ومين هيسمعني؟ كان قلبي يومها ضعيف معرفتش أتكلم، طعم الفراق كان مر وأنا كنت بتألم، باعت كتير فيا ولا كنت بتعلم، فاتت سنين في البعد ولا زلت بتألم. طب قولي أي كلام، طب حتى سيبي سلام مع أي حد غريب، قولي فراقنا نصيب وما كانش بإيديكي، طب حتى سيبي عينيا تيجي في عينيكي، يمكن ساعتها تحس بألامي أو حتى قلبك يحن قدامي وتقولي خلاص هنعود. ما انت اللي قلتي زمان كلام كتير ووعود، قلتي يا حبيبي هبقالك، هكون لك أم لعيالك، وهتبقى ليا السند وهتبقى ليا الأهل. بس الكلام كان سهل، كان عادي جدا، يعني تقولي أي كلام، قلبك ده كان قاضي والحكم كان إعدام. سبتك في دوامة أختار ما بينهم مين، سبتيني في دوامة عايش لوحدي حزين. بالنسبة ليك انتي كان سهل تنسيني، بالنسبة ليا فضلت بقول وحشتيني. عليك ما شاء الله عليك، حساسك رهيب وانت بتألف وبتلقي صح؟ تمام. يعني انا بشوف ناس بتألف بس وفي ناس بتلقي بس، فيعني حاجة جميلة لما انت تكون بتعمل الاثنين. ربنا يخلي حضرتك. طب عايزين نسمع منك حاجة بقى يا عالم. انا ممكن اغني اغنية لاستاذ احمد سعد. استاذ احمد سعد نهاية عادية. نهاية عادية اتفضل. عم البيت وجع في قلبي ليه، يعني اللي بينا ده نهايته دي، لو مش حاببني مفيهاش كسوف، ابعد وشوف ناوي تعمل ايه. اعمل بعشرة وحاجات كتير، كان برضو بينا احساس كبير، عايز تباني بشياكة بيع وانا مش هضيع، ولعله خير لو جاني يوم بعيد عنك، مش ده اللي بستنى منك، بعد ما عشت اطمن لك هتسيبني سي وما تجرحنيش، خلي الوداع في حنية وكفاية بزيادة غازية، ده أنا نفسي في نهاية عادية، توجعني بس ما تكسرنيش. تمشي يا ما مشي وناس، راح اللي بينهم نسيو خلاص، بس الحكاية سيبني في هدوء، أنا بكرة فوق زي اللي فات، ابعد حبيبي بس بسلام، من غير مهانة من غير خصام، بس الحكاية سيبني في هدوء، وأنا بكرة فوق زي اللي فات،
لو كان يوم بعيد عنك وش ده اللي بستنى منك بعد ما عشت اطمنك هتسيبني سيب وما تجرحنيش خلي الوداع في حنية وكفاية بزيادة هزية ده أنا نفسي في نهاية عادية تجرحني بس ما تكسرنيش. عاش عاش وسقفة مني أنا بسم الله ما شاء الله عليك. ونستكمل مع ضيوف حلقتنا وهنرجع معاكم تاني في الخاتمة. طيب نكمل أسئلة. كم إيه الصعوبات؟ إحنا أولاً موضوع حلقتنا عن الإصرار والطموح والكلام ده، فإيه الصعوبات اللي واجهتكم في بداية مشواركم وإزاي استمرتوا بعديها؟ بص أنا كان بيجيلي فترات كتير اللي هو مش قادر أصلاً أجي من فايد للقاهرة، فاهم؟ مفيش ماديات برضو على اللي جاي على قدي، فبتبقى صعبة لنا ونور. كان ممكن يجيلي كذا شغل، بس لو مثلاً ممكن أتحرج منك أقول لك أنا عاوز منك كذا كذا حتى اركب بيه مواصله. ايوه ما كنتش بعمل كده، كنت ممكن اشتغل على جي ارجع اشتغل تاني في القهوه عندنا، اروح هنا 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 عشان مثلا اجيب حق مواصله اوصل بقى للحد اللي انا اروح اخد منه المبلغ. انا لا مش عيب، انا مبسوط بكده الحمد لله لغايه ما وصلت اللي انا عاوزه. وغير كده وقفت برضه في طريقي كان معايا اكونت 700,000 بعد تعب كبير، البرنامج راح حذر لوحده كده بدون اي سبب، برضه ما وقفتش ولا قلت خلاص انا كده ما فيش ومش هرجع، رحت عامل اكونت غيره بقى 1,200,000 فاهم في وقت قصير. يعني انا ما نفسي ما بيقطعش الحمد لله ما شاء الله. طب مليون متابع دول رقم مش قليل مش قليل. طب احساسكم كان ايه لما وصلتوا للمليون متابع؟ الموضوع جه برضه فاهم، انا كنت عادي، انا قلت الاكونت ده هعمله مش هيوصل المليون، يعني عقبال ما اوصل المليون بقى زمايلي اللي كانوا معايا هيبقوا 5 مليون و6 مليون فلو حد غيره هيحبط. لا لا انا مش هبقى مش هبقى زيهم، لا انا عندي 1,200,000 بس كان معايا اكونت كان يوصل لي برضه ايه قد اللي انتوا فيه. بس اهم حاجه نظرتي في يعني نظرتي للناس في الشارع عارفيني ده علاء ده نوره ده علاء ده نور. ايوه فاهم، مش شرط مليون بقى 2 مليون بس المهم ان انا اكون معروف في كل مكان معروف الحمد لله. طب ونوره كان ايه احساسك لما انت وصلت المليون؟ انا عامه كنت فرحانه، ويعني ان احنا كنا عندنا اكونت تاني واتحذر اللي هو 700,000 تمام، فدي فرحه. كان ايه احساسك؟ كنت عملتوا ايه لما وصلتوا المليون؟ احنا انا عامه فرحت، كنت في القاهره لقيتها قلت لها علاء بتقول لي علاء قلت لها ايه؟ قالت لي احنا بقينا مليون متابع. قلت لها ايوه عاوز ايه؟ يعني قالت لي انت هتجيب بعضك وتيجي عشان نعمل السيشن بتاع المليون. قلت لها انت من اكونت ال 700 بتفكري في المليون؟ انا جاي لك. انا جبت البلالين والحاجه ورحت نازل عندنا هناك في قريه اسمها البروفاج، ورحت داخل انا وهي عملنا السيشن وبتاع، وانا بنصور لقيت ناس عارفانا وبتاع نيجي نصور معاكم، قلت لهم تعالوا اتفضلوا اقعدوا هزروا واضحكوا، وصورنا السيشن وكام فيديو وعادي بقى استمرينا انا وهي على كده الحمد لله ما وقفناش. طب احلى حاجه الاستمراريه الحمد لله. والياس ده انت شايلينه على جنب خالص، مفيش حاجه اسمها ياس الحمد لله. لا الحمد لله. طيب الاب والام متحيزين لمين فيكم اكتر؟ انا عن نفسي هو ممكن يشوفني ما يدخلنيش البيت، انا متحيز مع امي جدا هي البركه. لما بديها التليفون اقول لها خدي صور اي فيديو، الفيديو افتح ثاني يوم ثالث يوم الاقي جاب 10 مليون مشاهده. طب متحيزين لمين فيكم، نوره ولا انت؟ انا امي معايا انا في اي حاجه عشان هو ده وحيد. طب وانت ما حدش نوره بقى ابوها معاها ابوها معاها في اي حاجه مش معايا انا في اي حاجه خالص. طب مين بيشجعكوا؟ السؤال لنوره. ماشي بابا وماما كداب. بابا ايه بابا ايه ده بابا مش عايز نعمل فيديوهات اصلا بابا ايه يعني مين اكتر حد بيقف جنبيكوا؟ يعني ممكن امي اختي كابتن محمد عبادي يا صاحبي كابتن بيلعب في نوادي وكده، يعني بيلعب عندنا في رباط الانوار، صاحبي برضو هنا من القاهره علي كرم ده بيشيلني عنده دايما فاهم، ما هو على طول عنده في بيته حتى لو مش جاي عند قرايبي بيشيلني في البيت عنده فاهم. أيوة. الناس دي برضو لازم تتشكل فاهم، الناس دي بتشيلني دايما اعمل كذا وسوي كذا، وبالاخص يعني هو علي وعبادي وكذا حد كويس يعني ربنا يخليهم لك يا رب. طب المسابقات اللي بتتعمل على الانستجرام هل هي نصب في مجال انها فقط تجمع فولورز وتديك انت فلوس، ولا هي يعني انت شايفها ايه؟ بتدينا احنا متابعين. لا المسابقة والناس ما بيدوش حد حاجه الصراحه. لا ثانيه، انتوا بتنزلوا ستوري عشان انا في البيج مثلا وتقول احنا بنعمل مسابقه على نصب حاجه الصراحة. نصب بس مش انا اللي ببقى عاملها. ايوه وقبل مثلا ما اخش بس مثلا بخش اسالك هو انت حضرتك المسابقه دي فيك؟ لا 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 والله ما فيك، انت بتحلف وبتكسب بالله مثلا اقسم بالله دي مش فيك. خلاص انا داخل على حلفانك انت وكدبك على الناس، انا ماليش دعوه،
انت عاوز نعمل لك الستوري واعمل عند نور الستوري ماشي خد يا نور اعمل الستوري هتعمل الستوري وانا بزيد متابعين برضو والناس انا بزعل على الناس اللي هي بتتغفل ولا مسابقه حقيقيه على البرنامج على الانستجرام نهائي ده هو بس كله فيك وانتوا ما شفتش مسابقه حقيقيه وانتوا بتستفادوا ايه انا ممكن اعمل انا بستفاد يعني الفولو بيزيد لا ما فيش فلوس والله صدقني والله العظيم ما في الليل المسابقات اللي بتعملها ستوري فلوس فلوس لا انا بزيد متابعين فاهم يعني زيد لي 2000 3 4 انا مستفاد بس بزعل على الناس اللي بتتسوح بس فاهم كله بيتعب ويقعد يدوس فولو 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 مفيش حد بيتعشى ويوم ما اجي اعمل مسابقه ممكن اروح اجيب تليفون مثلا من محل واحد من صحابي انا نزلت سلمت مثلا واحد صاحب التليفون هلف بقى ورا الكاميرا اخد منه التليفون وارجعه تاني أيوه. هو ده اللي بيدور اصلا ايوه ما هو معروف عامه طب انت يا نوره كنت حلمكم من البدايه يعني لو لو عايزين تعملوا تكملوا في السوشيال ميديا ولا حابين تعملوا حاجه اكبر مثلا في التلفزيون انا شفت اللي انتوا بتعملوا سكتشات مش أيوه. بس يعني بتعملوا بنعمل سكتشات ايوه بنعمل سكتشات فانتوا عايزين تكملوا في السوشيال ميديا ولا عايزين تطلعوا في حاجه اكبر تلفزيون مثلا حاجه زي كده ممكن تلفزيون وممكن سوشيال ميديا انت جات الكشف هنا جات الكشف هنا ولا بتفرج على فيديوهات انا بخاف ايوه اي حد كده نفسي اعرف الناس كلها ان مفيش هي بتفضل كده قاعده كده بعد ما نخلص اي فيديو وتجنن انا بقى تنزل مع الناس عندنا في الحته وكده هاديه ويقول لي دي نوره اه يا جدعان دي نوره دي نوره اه يا جدعان دي نوره على الفيديوهات حاجه في اي مكان تفضل قاعده يا بنت اتكلمي اعرفي الناس اعملي اي حركه مفيش عيب طيب احنا عايزك تقول كلمه عن الاستمرار واللي انت شلت الياس على جنب ازاي الحلقه النهارده عن الاصرار والطموح زي ما قلت فانت بقى اتكلم الناس عن الاصرار والطموح انا اما يعني اما دخلت الجد وتعبت بقى وخلاص كنت في فترات افضل ما يعني قاعد في بيتنا خلاص انا مش هكمل انا مش هعمل انا مش هسوي انت فاهم كنت الاقي اختي تشجعني اختي الكبيره حد غلى عندي مثلا واحد اسمه ميار فاهم لا اعمل سوي ما 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 مش ما ما, ما توقفش أيوة. كمل انت ونوره وبرده كنت الجا لنوره فاهم اما مثلا لا مثلا ايه قاعده ما تتفرج ما مش عايز الناس دي تبقى احسن منك انت عاوز تطلعي تشيري بتاع نعمل مسوي وافضل ماشي عاوز تعمل ايه اعمله لك فاهم بلاش في ناس بتعمل عندها موهبه تمام بتنزل فيديو على اليوتيوب مثلا وتلاقي مفيش تفاعل مفيش مشاهدات فخلاص بقى انا كده مش هعمل فيديوهات تاني عشان انت مش مبني على اساس فاهم يعني انا بدات صفر بس تعبت هو صح. اللي بيخش يكلمني بيقول انا عايز ابقى زيك طب انت هتبقى زي ازاي وانت ما في ناس بتعوز اللي هو انا لازم اقابل حد مشهور عشان اعمل معاه فيديو ما فيش اي فايده انا برضو اللي بستفاد انت اللي بتستفاد برضو الناس حباك انت لو الفيديو ضرب عندك مثلا وجاب لايكات كتير انت بتشيرنا اكتر برضو يعني ال10 اللي عندك ما يعرفونيش هيعرفوني ما هي الناس فاهمه غلط انت فاهم الناس فاهمه غلط الناس فاهمه لما حد مثلا يجي يصور معايا هو كده بالثالث شهر طب اتشهرتش زودت لنا انا شغل زودت لك انت شغل انت لو عندك مثلا 1000 والنص يعني ال 500 اللي عندك ما يعرفونيش هيعرفوني وهيجوا عندي ايوه لو الناس بتنزل مثلا الفيديو جاب 50 مشاهده انت دلوقتي جبت 49 ديسلايك وواحد لايك انت كمل عشان الواحد ده جدع الواحد كمل الواحد ده وارفع راسه صح وانت صح انجح غصب عن الناس اللي قال اللي عملت لك ديس لايك ان شاء الله هتوصل صفار والله العظيم كلنا كل الناس تفضل الفيديو رافعه اسبوع صفر وانت لوحدك هتوصل لو جاب واحد لايك كنت بقى بص بترمي الفرح هتوصل لنفسك ومش هتوصل لحد انت لنفسك انت اعمل لنفسك اعمل نمي من موهبتك ولو حابب تشارك معنا في البرنامج هتلاقي ارقامنا في اسفل الشاشه وتعالى وكلمني وفريق الاعداد هيرد عليك في اسرع وقت عايزين نختم حلقتنا بحاجه عن الاصرار والطموح مع محمود الشاعر واحمد فتحي حاجه في السريع يعني. ممكن توصل لو فكرت اكيد هتلاقي لو دورت ولو لقيت حلمك ضاع يبقى في لحظه اكيد قصرت انت اقوى من الايام تقدر توصل للاحلام اصحى وعافر طول اليوم وفي اخر يومك ارجع نام بس اوعى تنام وانت مزعل منك حد اوعى تنام وانت مأجل عمل اليوم للغد اتأسف عادي وقول معلش صحي ضميرك اوعى تغش اوعى تعيش في الدنيا صاحبي بميت وش اصل الدنيا يا صاحبي مراحل واحد جاي وواحد راحل اصل الدنيا يا صاحبي سنين واحد جاي في قلبه حنين واحد جاي في قلبه سواد واحد كان بيبيع في بلاده والتاني شهيد من الاجناد ولو في يوم تعبت ضعفت فكر نفسك بالانجاز فكر نفسك انك طينه مش هيجيلك شرخ اساس فكر نفسك انك قادر تبقى وتبقى اوعى تبقى صاحبي جبان
فلما هتبقى حاجة كبيرة هيقولوا عليك أعظم من سهل. نحب نشكر ضيوفنا أستاذ علاء فهمي وأستاذ نورة فهمي وأستاذ أحمد فتحي وأستاذ محمود الشاعر. هنسمع منك آخر حاجة عن الختام وعن الإصرار والطموح برضو وهنختم بها حلقتنا. هنا صدقت حلمي وبدأت، قالوا عني زمان موهم بيضيع وقت، لا يوم سلمت ولا استسلمت، وقعت وقمت وامبارح غير دلوقت. هنا قلبي من جوه ده اللي بيديني القوة، في طريق مشيت واديني سبقت. من هنا قررت بعد ما فكرت امشي عالصعب، وعرفت انا لما كبرت ان اللي تفكر في ازمه كان خوفك منه ملوش لازمه، واديك عالصعب قدرت. واللي زمان ضحكوا عليك شوفهم دلوقتي بيداروا كسوفهم، وهو رهنوا عليك تخسر وكسبت. انا ابني مصر، انا ضد الكاس، انا رافع راسي تملي لفوق طول العمر.